أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا قوم الفاسقين. وقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين وإذ قال عيسى ابن مريم يا Yeah.
والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى والله لا يهدي القوم الظالمين ومن الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن ترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام
والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى قريب وبشر
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا خلق الله العظيم.